مرحبا بكم في نشرة الأخبار عبر المنصات السودانية 24. بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن شمس الدين كباشي بحث مع وزير الثقافة والإعلام جرهم عبد القادر الجهود المبذولة من قبل شركاء الإعلام لدعم الخطاب الوطني وعمل الشفافية والصدق اللازمين. وقال جرهم في تصريح صحفي، قال إن اللقاء تم بحضور المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي، وأتى في إطار التوجيهات العامة في مسار الحراك الوطني في هذه المرحلة. قالت لجان مقاومة مدنيين ميليشيا الدعم السريع استباحت قرى ولاية النيل الأبيض كامتداد لنهجها الإجرامي الذي تستخدمه في قرى ولاية الجزيرة، وذلك باستهداف المواطنين والمدنيين العزل، حيث هاجمت قرية الدرادر جنوب القطينة وقتلت عددا من سكانها. كما قامت أيضا باقتحام قرية العزيز وقرية الهداب بغرب سنار وقتلت عددا من المدنيين. وبحسب معلومات أن الميليشيا قتلت في قرية الدرادر 4 شباب هم نزار أحمد حسين، موسى النذير، الضو عبد الرسول إبراهيم، ومحي الدين أحمد الجاك. وقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار إير خلال لقائه وزير الثقافة والإعلام جرهم عبد القادر، وقف على نتائج لجنة معاينة وحصر الأجهزة والمعدات ومخلفات آثار الحرب بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والدمار والخراب الذي ترتب من جراء التمرد. وتناول اللقاء أيضا الخطوات التمهيدية لورشة الإعلام السوداني المقررة عقب عيد الفطر المبارك. وقال وزير الإعلام إن الاجتماع تطرق لأوضاع المتاحف في السودان وأهمية حمايتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، أبرزها متحف القومي ومتحف بيت الخليفة. أعلن والي ولاية البحر الأحمر لواء ركن معاش مصطفى محمد نور أعلن تجديد الإجراءات الأمنية، وذلك بمداخل ومنافذ الولاية ومراقبة الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها العدو أو أي عميل أو خائن. وأكد لدى مخاطبته إفطار نظمته حكومة الولاية على شرف الإعلاميين بحديقة البلدية، أكد استعداد الولاية للتصدي لأي عدوان محتمل، معلنا اكتمال تدريب 6000 مستنفر في 3 معسكرات يقومون بحراسة المدينة في نقاط التفتيش، وذلك بجانب تفعيل دور الشرطة المجتمعية وتكوين لجان لحراسة الأحياء. أكد والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية، وذلك بعد التصدي لمحاولة فاشلة من ميليشيا الدعم السريع للتقدم من منطقة نعيمة إلى منطقة الأعوج، حيث تم دحر العدو وضرب عدد كبير منه وهروبه إلى خارج الولاية. وأكد خلال تصريحات أن المنطقة حاليا آمنة وأن المحاولات التمرد لجس نبض القوات المسلحة، وأكدت جاهزيتها تماما، وطمأن الجميع بأن القوات المسلحة منتشرة في كافة أرجاء الولاية ووضعت ارتكازات لا يستطيع العدو تجاوزها إلى المدن الكبرى. كشفت مصادر طبية سودانية عن إجلاء الدعم السريع المتمرد لعشرات الجرحى من قادتهم الرتبتي العميد واللواء إلى الهند لتلقي العلاج. ونقلت صحيفة التغيير عن مصادر أن مستشفى بمدينة مومباي استقبلت نحو 45 مصابا منذ هجوم الدعم السريع على قيادة الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش بنيالا عاصمة جنوب دارفور، وذلك في أكتوبر الماضي، وهو عدد يفوق معدلات الاستقبال بالمستشفيات الأخرى. ووصفت المصادر الغالبية العظمى من هذه الحالات بالخطيرة، وذلك نتيجة للقصف الصاروخي والهجمات بالطائرات المسيرة. قال مسؤول استخبارات منطقة درمان العسكرية المقدم ركن عبد الباقي الطيب عبد الرحيم، قال إن معركة السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون بأم درمان أسفرت عن توقيف أسرى مرتزقة من دولتي جنوب السودان وتشاد كانوا يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع المتمردة. وقال إن من بين الأسرى المرتزقة الذين تم توقيفهم مقاتلين من دولة جنوب السودان مدربين على التعامل مع المدفعية الثقيلة والمتوسطة، بينما غلب على الأسرى التشاديين فئة الأطفال القُصّر. وأيضا أوضح أن القوات المسلحة تطمئن ذوي الأسرى بأنها ستتعامل مع المرتزقة وفقا للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى. استعرض قوة الحركات المسلحة المشتركة بدارفور حوالي 700 سيارة عسكرية مزودة بالأسلحة ومدججة بالجندة، من ضمنها مدرعات عسكرية جابت شوارع الفاشر لأول مرة. وعززت القوة المشتركة وجودها في الارتكازات التي نصبتها في شوارع المدينة، وذلك بوضع 5 سيارات في كل ارتكاز بدلا عن واحدة. وسجل أعضاء هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة الذين يقودهم جمعة حجارة زيارة لمواقع تمركزات وانتشار
استشعار القوة المشتركة بما في ذلك الخطوط الدفاعية وارتكازات حماية الأسواق ومقار المنظمات والبعثات والمؤسسات وتأمينات الأحياء. أصدر والي الولاية الشمالية عبد عوض الله أمر طوارئ بتعديل مواعيد حظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية الشمالية لتبدأ من الساعة 12 مساء وحتى 5 صباحا وذلك إلى نهاية شهر رمضان المعظم. وأكد القرار أن مواعيد حظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية تبدأ من 9 مساء وحتى 5 صباحا اعتبارا من الأول من شهر شوال 1445 هجرية. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحياتي وفريق العمل.